مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مع الامين. في البدايه حابب اشكر كل المسؤولين في الدوله على كل الاجراءات المتخذه للقضاء على فيروس كورونا، وربنا يحفظ مصر يا رب وشعبها الطيب الكريم. والنهارده برضو حابين برضو احنا نتكلم كل المشاهدين واللي بيتابعنا النهارده في برنامج مع الامين، عايزين يعني بقدر الامكان ان احنا كلنا ناخد حذرنا من الفيروس اللي موجود، ان احنا بقدر الامكان ان احنا كسلام او الكمامات او الاجراءات اللي احنا اللي مطلوبه اللي احنا ننفذها، اللي هي نساعد الدوله اللي احنا نحاول كلنا نقدر نصد الفيروس دوت اللي هو ما ينتشرش. في دول كتيره في اوروبا ما اجتهدتش في البدايه في الامر دوت، فانتشر الفيروس دوت وبقى حاجه يعني حاجه بقت صعبه جدا. فاحنا عايزين بقدر الامكان يبقى كلنا موجودين ونساعد الهيئات كلها، وبالنسبه للتجمعات برضو اللي احنا عايزين برضو ما يبقاش في تجمعات كتيره، ونحاول برضو بالنسبه للوقت برضو اللي احنا كنزول والامور دي كلها، لو ما فيش حاجه ضروريه مش ضروري ننزل، يعني اللي احنا اللي انا انزل في الشارع والكلام ده كله الجو ذات نفسه، يعني احنا عايزين ناخد حذرنا من الامر ده. وبرضه احنا يعني بنشارك الامر ده وحابين كله على القنوات الفضائيه برضه يتكلموا في الشيء ده علشان الفيروس ده ما ينتشرش باذن الله، وان شاء الله اللي مصر محفوظه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وكمان احنا حابين اللي هم المسؤولين واللي هم رجال الاعمال حابين بقدر الامكان اللي هم يساندوا الامر دوت، يعني في اسر كتيره ما في الوقت في الحظر والامور دي كلها، ففي ناس بالنسبه لها ما بتنزلش تشتغل، فاحنا عايزين اللي هو الناس بقى لعيبه الكوره والممثلين ورجال الاعمال والاسطوره بقى هو غني عن التعريف يعني، فاحنا عايزين الناس دي كلها تشارك معانا في الامر دوت، ولو تكتفل يعني تتكفل اسره يعني رجال الاعمال اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا اللي بيتكلموا وبيناقشوا مشاريع والشباب والحاجات دي كلها، دي حاجات كتيره جميله جدا ومبسوطين بيها وحاجه يعني بتسرنا، بس احنا عايزين بقى ننزل بقى في ساحه العمل وبقدر الامكان نساند الاسر اللي هي في محتاجين مساعده اللي هم ما بينزلوش عشان الشغل والامور دي كلها، فعايزين رجال الاعمال كله يساند بعضه وكله ينزل يعني يبقى بالصوت والصورة عشان ربنا سبحانه وتعالى يقضي على الفيروس دوت، وإن شاء الله بإذن الله بكرر تاني لمصر محفوظة، يعني ربنا ذكرها في القرآن، فبذكر ربنا سبحانه وتعالى للبلد العظيمة ديت إن شاء الله ما فيش أي ميكروب ولا أي فيروس إن شاء الله هينتشر، وبلدنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى محفوظة. وطبعا حابين برضو نلقي الضوء النهارده حلقتنا بنخصصها حلقه لموهبه جديده مميزه في الانشاد الديني وقدرت تفرض نفسها بقوه. هتسمعوا معانا صوت جميل جدا ومنشد بسم الله ما شاء الله عليه، محمد وجيه منشد ديني. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمود، منورنا في برنامج مع الامين. ربنا يخليك يا رب. كنت حابب يا استاذ محمد انت تكلمنا في البدايه كده عن بدايه الانشاد الديني. تمام، هو مبدئيا اعرفك بنفسي الاول، اسمي محمد وجيه السيد، تمام، من محافظه الفيوم مركز طميه. تمام، الموهبه بتاعتي انشاد ديني. تمام، في البدايه طبعا الموهبه جت والدي ووالدتي كانوا نموا الموهبه عندي، كانت موجوده عندي وبدات انميها عندي واشترك في حفلات وعملت فرقة صغيرة كده وكنت بعمل أفراح وكده وحاجات زي كده يعني. تمام. طب بالنسبة ليك يا محمد إيه الصعوبات اللي قابلتك في الإنشاد؟ بالنسبة للصعوبات اللي قابلتني اللي أنا في المحافظة نفسها يعني ما بتهتمش بالمجال ده قوي يعني، مجال الإنشاد الديني. فالموضوع كله كان في القاهرة. فعشان أنزل القاهرة فكان صعب بالنسبة لي يعني. تمام. ومين الشخصية اللي دعمت محمد وجيه في الإنشاد الديني؟ هو والدتي الله يرحمها يعني، هي كانت السبب في اكتشافي يعني بالنسبة للموهبة بتاعتي. تمام. طب ممكن نسمع حاجة محمد مع يعني طيب مع مين؟ طيب هنبدأ كده بأنشودة اسمها عابد. تمام. للشيخ محمد عمران. تمام.
عابد يحمل في جلبيه إشراق اليقين، ليله آي وذكر وسنا فوق الجبين. عابد يحمل في جلبيه إشراق اليقين، ليله آي وذكر وسنا فوق الجبين. إنه قرآن ربي وهدى للعالمين، تردده تسابيحي تضيء به مصابيحي، فألمس عالم الروح وأشدو في تواشيحي. الله 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 الله. أدركنا يا الله، أدركنا يا الله. ما شاء الله عليك محمد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك، صوت جميل، ربنا يعزك يا رب. تسلم. بقول لك محمد، بالنسبة للأحد برضو، بالنسبة تكلمنا مين مسارك الأعلى اللي انت حاطه في المقدمة معاك يعني امامك كده؟ تمام. هو بالنسبة للشيخ محمد عمران هو مثل اعلى في الانشاد الديني. بالنسبة بقى للشباب، الشباب اللي طالع في الفترة اللي احنا فيها دي، في مصطفى عاطف صوته مميز جدا، بحب صوته جدا يعني، وبحب اغني اغانيه. تمام. طيب حابين نسمع منك كده محمد قمر. طيب مفيش مشكلة، نقول مفيش مشكلة. طيب احنا هندخل في النشود على طول يعني، مش هنقول البداية. تمام. تمام. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله الله الله، ما شاء الله عليك يا محمد، ربنا يخليك يا ابو محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احنا معانا دلوقتي مداخله تليفونيه مع الشاعره الكبيره شيرين سعد احمد، شاعره جنوب الوادي. مساء الخير يا شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك، ومتشكره جدا على الاستضافه الجميله دي يعني، والله انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده. احنا اللي مبسوطين وفي قمه السعاده، الشاعره الكبيره شيرين سعد احمد موجوده معانا في برنامج مع الامين
فلينا الفخر انت موجوده معانا النهارده استاذ شيرين. الفخر ليا، بس استاذن حضرتك اتكلم بلهجتي الاصليه عشان تمام. بس ايه، لا براحتك. انا من الصعيد. تمام. انا بس حابه ان انا اشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر برضه الضيف المنشد الرائع الاستاذ محمد وجيه، واللي ان شاء ربنا الله يخليك يا رب استاذ شيرين، تعاون كبير الفتره الجايه باذن الله، بنحضر للشغل الجديد باذن الله انا وهو يا رب. يا هو من الاصوات المميزه واللي بتستحق الدعم بجد، وهي دي الاصوات اللي تتسمع، وان شاء الله يكون لها مستقبل واعد باذن الله. ربنا يخليك يا رب. وده برنامج دور مع الامين استاذ شيرين، اللي احنا بنشجع اي مواهب موجوده وبنلقي ليها الضوء. والله ده يعني جهد مشكور من حضرتك اولا، والسبوت اللي بتعمله عن المواهب الصاعده دي يحتفظ بحضرتك، لان دي مش كل البرامج بتقدر تجيب الناس الموهوبه بجد، في ناس بتبقى انصاف مواهب واقل كمان، وبتاخد دعم لا تستحقه، زي ما حضرتك عارف المهرجانات والحاجات اللي هي موجوده حاليا انا طبعا ضدها، وزي ما اكيد حضرتك طبعا ضدها، فمش عايزين الاسفاف والكلام ده يبقى هو السائد، يبقى فيه انشاد ديني، يبقى فيه غناء هادف، هو ده اللي ان شاء الله هنحاول نحججه في الفتره الجايه من خلال برنامج حضرتك والبرامج المحترمه زي حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. وكانت معانا ايمان محمد، كنت بتكتب لها كلمات برضو استاذ شيرين. المنشده الجميله ايمان محمد برضو من الناس اللي غنوا لي وطني وديني، وتعاونت معاهم، وفي منشدين تانيين ان شاء الله محضراهم مفاجاه باذن الله، هينزلوا في شغل ليا باذن الله قريب باذن بس الله. هو بكل الاحوال انا بحاول انشر الكلمه الطيبه الهادفه اللي ليها معنى ومغزى، ده هدفي. سواء انا على فكره حضرتك انا مش شاعره، بس انا شاعره وكاتبه، بكتب فصحى وعاميه وقصص قصيره ومسلسلات للاطفال، وان شاء الله في قريبا كده باذن الله في مسلسل انيميشن من تاليفي والسيناريو والحوار بتاعي طبعا، وباذن الله هينزل قريب والناس تتابعه باذن الله، وهيعجب الاطفال باذن الله. باذن الله. طب استاذ شيرين، مش محضر لنا حاجه كده لعيد الام ممكن نسمعها منك؟ هو في لعيد الام اكيد في حاجات، بس انا كنت افضل ان انا تماشيا مع حلقه حضرتك والانشاد ودعم المواهب الكويسه، عايزه اقول بس كلمتين. تمام، يعني عشان عيد الام بكره، فكنا حابين نسمع لو حاجه بسيطه كده. طب انا هسمع حضرتك كلمتين، وممكن اسمع لك عيد الام، بس انا بجد عايزه القصيده دي توصل للناس كلها. تمام. كلمتين، انا قلت امسك القلم واكتب لي حالا كلمتين، جام القلم سك العود ورفض يخط وقال لي مين، راح تكتبي ليه تتعبي، ده الكل غفلان من سنين، قلت له ليه كسر الخواطر والهمه يا ابو الصوت حزين، قال لي يا ست الكل بصي علي حصل للمبدعين، شوفي كم قلم غير انظلم وبكى وشكى للموجوعين، شوفي كم كتاب على الرف باب غطاه تراب الغفلانين، شوفي كم جدع صعب الفزع اما نساه المهملين، راحوا سجفوا للي رجع قالوا عليه من موهوبين، شالوا اللي هرتل بالكلام فوق الكتاب كانوا مبسوطين، عشاشة هم تلمعوا وفي لحظة طبحوا مريشين، سكنوا القصور حواليها سور وادي الجنينة بالبسين، في المهرجان طلع الجنان وتخشبوا دول مذوبين، يوتيوب يذيع بدا شيء فظيع اعلام يقول دول فنانين، مونتاج كمان شكله جنان ما هو فيه يمان والوجع طين، حلق وحوش على ده الخبر نزل سبيل مستنيين، احجز مكانك في الصداره ويا ميت خساره على الطيبين، واللي كلامهم يشفي جرح ويطب حرف المجروحين، سكت القلم بعد الالم قلبه رشد جواه امين، رديت انا وقلت ياه محجوجه ليك والحج زين، غلطان انا هسكت انا لو مت انا فوقهم يومين، بس انت لازم تتخلف او تتحبس تصبح سجين، ساعتها تبقى انت البطل مظلوم ضحيه مدعين، الفن مش اسفاف وعك، الفن لحنه صوت رزين يملا نفوس احساس يدوس صوت الخراب والمجرمين، اما انا راح انسحب راح اختفي، وان سالوا فين راح اقول في بيتي وهعتكف، مش هعترف وهقول لحين يوم تعرفوا معنى الحروف، هرجع في يومها واقول امين، يوم تعرفوا معنى الحروف هرجع في يومها واقول امين. الله الله الله، ده الكلام الراقي يا استاذ شيرين، بسم الله ما شاء الله، هو ده الكلام فعلا اللي احنا بنشجعه.
ربنا يخليك يا فندم. والله هي دي رسالة مش قصيدة، أنا بعتبرها رسالة لكل اللي عايزين ينشروا الإسفاف في مصر، بلد الفن وبلد الحضارة. إحنا مفروض نبقى أرقى من كده، ما ننزلش للمستوى اللي موجود للأسف معظمه حاليا، اللي هو أغاني المهرجانات وعود البطل والحاجات اللي إحنا بنسمعها ديت، الإسفاف اللي موجود دلوقتي في الساحة عشرين. حضرتك شايف المستوى وصل لفين، لدرجه ان بقت دعايه للاسفاف والمعصيه، بقت اغاني دعايه للمعصيه. يعني انا مش عارفه اقول اكتر من كده بصراحه. بالظبط. يعني مفيش حاجه كده بقى في برنامج مع امين للامه يا استاذ شيرين؟ في اغنيه او كان المفروض هي هتتغنى حضرتك، بس هي هنقولها بشكل كلمات. تمام. يا ماي، يا ماي، كل عمري الجاي ده فداكي ياما، لو بعدت الدنيا ضلمه ده انت نور عين، قولي فين ولادي زيك مين، طول عمري جنبك والله انا ما لاقيش في طيبتك دعوه تكفيني، قومي ياما يلا واحكيلي تحت امرك عمري وسنيني، نظره منك ولا ترضيني ليلي يبقى نهار، واما اشوفك ترن ضحكاتي، ما انت ياما الاصل في حياتي، وانت شمس وطلة يوماتي بتنا بيك يا عمار، من كل الناس قلبك الألماس في الشدة عندي، أصل أنا ما بكونش وحدي تجري وتجيني، حضنك نور مش هلف وادور، واحلف بربي انت ليكي كل حب واوعي تنسيني. دي حاجة كده مفروض هتتغنى إن شاء الله، وهتنزل كده في شكل أغنية ظريفة بنجهز فيها إن شاء الله. تمام، بنشكرك كتير. وانت بالصحة والسلامة. بنشكرك جدا يا أستاذ شيرين على مداخلتك الجميلة ديت، أستاذة شيرين شاعرة الوادي، يعني بنشكرك جدا على مداخلتك مع برنامج مع الأمين. وبنقول برضو كل أم كل سنة وهي طيبة وبخير وسعادة يا رب، ويجعل كده بإذن الله كده خير كتير إن شاء الله بإذن الله. ونرجع تاني بقى لضيفنا الجميل أستاذ محمد وجيه، منشدنا الجميل كده. عايزين نسمع منك حاجة بقى كده إيه تسلطنا بيها يا أستاذ محمد. طيب عايزين نطير بقى فوق بقى. ربنا يخليك حبيبي. تسلم. طيب هنقول نشوده اسمها بحبك وريدك. تمام تمام. نشوده جميل إن شاء الله تعجبكم يعني إن شاء الله. بحبك وريدك وأتمنى أبوس إيدك، خدامك ومريدك يا جد الحسنين، بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومريدك يا جد الحسنين، حبيبي محمد ما في زي اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله ودلاله متغطي جماله، جماله ودلاله متغطي جماله، تقعد جباله تشوفهم الاتنين، بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومريدك يا جد الحسنين، يا اجمل هديه من رب البرية لكل الدنيا دي يا جد الحسنين، ما هو انت امرها وانت اللي منورها، ما هو انت امرها وانت اللي منورها ومجدد أسرارها يا سيدي يا جد الحسنين، بحبك وبريدك واتمنى أبوس إيدك، خدامك ومريدك
يا جد الحسن. الله عليك ابو حميد، يعني صوت جميل وصوت رائع، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت حابب برضه ابو حميد لو انت قابلت حد من مسؤول، يعني تحب انت تقابل مين من المسؤولين، وتحب ايه الرساله اللي توجهها ليه؟ والله لو قابلت حد يعني اتمنى اقابل وزير الشباب، يعني انهم يهتموا بوزاره الثقافه، تهتم بال الدكتور اشرف صبحي بالمجال الانشاد الديني، ويبقى ليه مكانه بين المكانه في الفن يعني. تمام. وايه برضه رسالتك يا ابو حميد كده بالنسبه للمصريين في الفيروس اللي موجود حاليا دلوقتي، فيروس كورونا؟ والله بالنسبه للفيروس ربنا يحمينا من الفيروس ده، وناخد احتياطاتنا وناخد بالاسباب يعني، وفي الاخر يعني لن نصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكن احنا ناخد بالاسباب ونعمل اللي علينا، ناخد الاحتياطات اللي الدوله قالت عليها ونمشي بيها يعني ان شاء الله. تمام. وبالنسبه محمد، ايه الحاجه اللي انت حابب تقولها لكل شاب النهارده عنده موهبه؟ والله يعني بالنسبه للشاب، لاي شاب عنده موهبه يعني، ما يقعدش كده يقول خلاص ما فيش امل وكده، لا يسعى ويحاول يجتهد ويشتغل على نفسه، وان شاء الله ربنا يكرمه يعني ان شاء الله. تمام. في النهايه بشكر حضرتك يا استاذ محمد وجيه، ربنا يخليك يا رب، وبشكر المشاهدين على متابعتهم برنامج مع الامين، وبقول لكل ام مصريه كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. ونسيبكم بقى مع استاذ محمد وجيه في يختم الحلقه كده، في يعني انشاد جميل كده، اختار لنا انشاد تختم في حلقه مع الامين يا استاذ طيب محمد. طيب يعني طالما حضرتك بقى جبت سيره الام، ف في المناسبة الجميلة دي هنقول حاجة خاصة بالأم يعني. هنقول ضمين ضمة. أسيبكم بقى مع محمد وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضميني ضمة وخديني يما، حضني بيديكي وقلبي سما، ضميني ضمة وخديني يما، حضني بيديكي وقلبي سما، ست الحبايب كلنا من دمك انتي، اول عينينا ما فتحت ليلك انتي، انت الحبيبة يما، حنان وطيبة يما، والجنة تحت قدامك يا غالية يما، ضميني ضمة وخديني يما، خدني بيديك.